شوف انا مش نبعث الهيئه مش تبع بعض الديجا لكل الولايات والبلديات وعلى اساس انه هذايا قرار داخلي لابد من تطبيقه. الشيء اللي صار مثال اي ثم البلديات ولا ما تطبقش. انت شوف لو كاشي يوني وقت اللي وقع اصداره عام 2009 العماده بعثت المحكمه الاداريه استشاره فيما يخص الكاشي يونيك. المحكمه الاداريه على اي اساس اقرت بوجوب استعمال الكاشي يونيك؟ على اي اساس؟ على اساس انه الهيئه عندها الحق لاصدار القوانين الداخليه، وبالتالي اللي صار بالنسبه للكاشي يصير بالنسبه للفيزا، وما ثمش بلديه ما عندهاش الحق. سي نوتر رول، سي نوتر رول نو اتوس. كل واحد من وقته من 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 موقعه يلفي الكونترول. اون في لا بوليسي، هي احنا بوليسيه، احنا قواده في بعضنا. وي على خاطر انا سمحتي في الكلمه، وقت لي زميلي ما يطبقش القرار هذايا قاعد يفكني في خبزتي. انا عمليا انا مش نصب فلوسي. اي نعم. غير الفيزا نتاع الاول. اي ترى انت تجيب الفيزا. اي اعطي فيك. اي وبعد كيفاش؟ نهار اللي فيق بك قاعد تنسي تسبي. نتعدى انا. يا ودي حتى ما تمش. يا ودي ما تمش الفيزا. يا ودي ما تمش الفيزا. نتعدى البلديه، انا نتعدى البلديه اللي قدو سي زوير الفريخه. ما فيش فيزا. نصوروا نبعثوا للعباده. هاك الوقت ما تقالوش بوا. المعلومه. لا يجي نقول حتى انه نبقى صندوق الرابطه يحضر